عسلامة ومرحبا بكم، هذا مهدي يحييكم. مرحبا بكم على قناة سبور نيوز هاش ام. انتصر الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل 0 امام سان داونز جنوب افريقيا، مباراة رائعة قدمها الترجي الرياضي التونسي تكتيكيا، وعرف كيفاش سير المباراة من بدايتها لنهايتها. صحيح تخسرنا في برشا مرات والحمد لله ميشا كان حاضر. حبيت نحكي على محبة ومشجع على الترجي الرياضي التونسي، بصراحة كل ما نسمعه كل محب للترجي الرياضي التونسي كان بدنه قشعر وحس احساس غير عادي. معروف انه حب الترجي هو حب غير عادي وحب ساعات يفوت الحدود. المحبة هذه يعني تعرف تاريخ الترجي الرياضي التونسي منذ مدة وحبها قديم للترجي الرياضي التونسي. اول ماتش حضرته عام 83 في المنجا، وكنت بنت فيراج قبل، وحب الترجي ما يوفي. الترجي كان زارها في دارها، يعني لاعبين الترجي الرياضي التونسي ميميش واتقا وبن حميدة حسب ما نذكر كانوا زاروها في دارها، وحكيت على تاريخ الترجي وحكيت كيفاش تبعت مباراة الترجي الرياضي التونسي امام اسيك ميموزا الايفواري. تصدقوش مش باش تلعب، انا مسكره مش تحل باذن الله مش يتمرك الهدف الأولى في الربع ساعة الأولى، وما تخليونيش صوتي بح برشا. المحبة هذه تم استدعائها في استوديو التحليل اللي نشطه وليد قرفيلة، ونسمعوا شنو قالت المحبة هذه. حكينا معاك على الفرحة، ودي قاعدة تعطي فينا في دروس وفيتنا دروس، وكنا نقولوا احنا نحبوا الترجي الرياضي التونسي كل واحد بطريقته، لكن الحقيقة فما عبيد كي تسمعهم تقول ما نحبش الترجي الرياضي التونسي. انا تلمون تشوف الناس هذيا كيفاش تعيش ترجي، ترجي مود دو في، ترجي طريقة عيش، طريقة حياة. لذلك الإدارة تاع الترجي الرياضي التونسي وعلى رأسها السيد حمدي المدر قررت باش تعطي مدام كوثر ابونمون افي بوجي ندوان عليها مجنون بها مهبول مش عادي. مع الترجي الرياضي التونسي ما تنجمش تكون محايد، ما تنجمش تحلل، كان بعقلك القلب يكون حاضر، هذه حاجة أقوى منها بصراحة. المحبة هذه يعني أثبتت وعطت دروس كما قال وليد قرفيلة، وأثبت حبها حب دون مقابلة، حب مش جواجي. بصراحة أنا كنت فرش فيها على أول مرة الفيديو بكاني، وذكرك في عديد المباراة للترجي الرياضي التونسي، يذكرك في الفرحة اللي دخلها لبيوت المكشخين، يذكرك في الكؤوس اللي هزتها الترجي الرياضي التونسي، يذكرك في الأمل اللي خلقته فينا الترجي الرياضي التونسي. كنا نتذكر مباراة الأهلي وشنو صار في مصر والعودة وثلاثة بلاش في تونس وضرب يا بدري، مقابلات عديدة واحد كان مش يذكر يخاف لا ينسى. إن شاء الله ديما الترجي الرياضي التونسي ديما فرحتنا. نكملوا نسمعوا. بنت العاصمة، بنت الجمعية، بنت الحومة الشعبية، جامعة شدوني مع الترجي في كل ثنية، غرامي بها من صغري العالي. شوفوا يعني حتى رامي جريدي ظهر عليها التأثر، يعني بصراحة حاجة في القلب، تضرب في القلب. هذا تكريم من رئيس النادي السيد حمدي المدرب بفضلك يا أقل ما يقدم لهذه المحبة الوفية يعني اشتراك مدى الحياة تستحق حتى ما أكثر. الترجي الرياضي التونسي عائلة، الترجي الرياضي التونسي تقف مع أولادها، الترجي الرياضي التونسي ما تسيبش أولادها كلاعبين وجمهور، جمهور وفي شفتوا الدخلة، دخلت ضد سان داونز، يعني حتى مدرب سان داونز كان أشد بجمهور الترجي الرياضي التونسي العظيم. الحمد لله على نعمة الترجي. نكملوا نسمعوا. أول مرة في تونس وفي إفريقيا تصير حاجة كما هكا وتستاهل، تستاهل كل خير بصراحة. المرأة هذه يعني مستني وحسيتها قريبة لي، يعني تحسها أم سينا عندها حب كبير للترجي الرياضي التونسي، متقدر كان أنك تحترمها ويعطيها الصحة وربي يكثر منها الناس.
صحيح. نتفرجوا بنفس. صحيح. التراجي نتفرجوا فيها بنفس. ساعات يتقص عليا نفس أنا في الستاد. تصير حاجة. حتى يسامحوني أغلب مشجعي الفرق الأخرى، ولكن مع الترجي لا حياد صراحة. صحيح كل واحد دافع على دربه وجمعيته، ولكن من جمش نكون محايد مع الترجي الرياضي التونسي. صحيح أنه في التحليل لازم أحد يكون موضوعي ولازم يحكي بموضوعية، وأنا ديما نقول الكلام هذا، ولكن الله غالب هذه نقطة ضعفي، ما نجمش نحكي بحياد وموضوعي مع الترجي الرياضي التونسي. حاجه قويه برشا ما تقلهاش تفسير كما قالت هي، واحد بالقلب يعني يحكي من جواجي. نكملوا نسمعوها، بصراحه كلامها كله عبر وكله دروس. طب جوار نقولهم ليه ولدي هذاك ولدنا ما سبوهش. احنا جمهور الترجي لازم حاجه نتعلموها، جامي تسب ولدي، جامي تسب واحد حتى غلط غلط ما يسالش ولدي هذاك، ما تسبوش، وان شاء الله ديما وراها، وان شاء الله ديما معاها، وإن شاء الله يا رب يا ربي الخامسة يا حمدي بإذن الله الخامسة. أنا ما طالبة شيء، إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الخامسة يا رب. ديما الترجي فوق، وإحنا نحطوها فوق أكتافنا الترجي، وما يحط ما نحطه حتى حد آخر فوق أكتافنا. تقصد وديع الجارية وفي يعني كأس إفريقيا كأس الترجي الرياضي التونسي من أهلي مصري، وكيفاش بعض محبي الترجي الرياضي التونسي رفعوا وديع على الأعناق، وثم برشا من محبي الترجي الرياضي التونسي لاموا شكون هزوا وقالوا ما يصيرش هكا، وإحنا معناتها من هزوا على الأعناق كان أولادنا. هي بعثت ميساج معناتها على طريقتها، محلاها مرأة محلاها كلامها، كلامه كله تشجيع. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي نشوفوا النجمة الخامسة على مريولة الترجي الرياضي التونسي. نتذكر أنا فينال شامبيونز ليج 2018 أمام الأهلي المصري، إحساس إلى يوم الساعة هذا ما نجمش ننساها، لين الموت ما نجمش ننساها. كذلك كأس إفريقيا 2011 عندها ذكرى خاصة عندي لأسباب إن شاء الله يجي نهار ونحكي لكم عليها. الحمد لله يعني عشت الفرحة يعني من 94 2011 2018 2019، وان شاء الله ان شاء الله يا ربي لا تخيرنا 2024. وطم احساس داخلي انه باش تكون النجمه الخامسه موجوده على قميص الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله الاولاد يتعداو ماتش بريتوريا امام سان داونز ويحاولوا انهم يخرجوا بنتيجه ايجابيه. ان شاء الله لما لا الانتصار من جنوب افريقيا لازمنا نكونوا مركزين ونعرفوا كيفاش نتصرفوا، خاطر مباراه صعيبه باش يلعبوا الكل في الكل هما من اجل الترشح للنهائي. نكملوا نسمعوا مشجع الوفي للترجي الرياضي التونسي. والترجي هي اللي مش تحط لنا لقاب فوق رؤوسنا بإذن الله، وغدوة سان داونز بإذن الله بإذن الله مش نحط مش نحطها في حجمها قدامنا احنا، خاطر احنا الدولة، احنا ترجي الدولة. الحصة كانت سجلت قبل مباراة الترجي أمام سان داونز الجنوب الأفريقي كما قلت، وفات بهدف مقابل صفر، والترجي الرياضي التونسي قدم مباراة تكتيكية ورجولية وبطولية أمام منافس عنيد. شفتوا كيفاش يدور الكرة، شفتوا كيفاش يعني اللاعبين اللي عنده قيمتهم الفنية. الحمد لله الترجي الرياضي التونسي عرف كيفاش يخرج بانتصار، كنا نجم نسجلوا أكثر من هدف، وكنا نجم كذلك نقبلوا أهداف لولا براعة وتألق ميش في أكثر من كرة. إن شاء الله إن شاء الله الترجي الرياضي التونسي يعرف كيفاش يلعب في جنوب افريقيا، والنهائي يكون ترجيا، والجي مازيمبي والجي اهلي المصري مرحبا بهم. اللي حبيت نقوله لكل محبي الترجي الرياضي التونسي، كيما المراه هذه اللي تشوفوا فيها تقول ثم اديان بيناتنا يربط بيناتنا الكل. حب الترجي يعطيك قوه، يعطيك شخصيه، يعطيك ذات عمرك ما تلقى يعني مكشخ ماهو شيخ. ديما احنا علاش مسمينا مكشخين، خاطرنا ديما شيخين وديما نضحكوا، والحمد لله وشكر لله على نعمة الترجي الرياضي التونسي. إن شاء الله الدولة الترجية ديما في العلالي، وإن شاء الله الأحمر والأصفر ديما يرفرف باسماء عالي. الحمد لله أن تخلقنا ترجيين وباش ندافعوا عليها آخر نهار في حياتنا. إن شاء الله نشوفوا مباراة رائعة في بريتوريا، وإن شاء الله نشوفوا ترجي في النهائي كما قلت. هذا يعني تعليق على الفيديو هذا، حابين نحكيوا عن المشجعة هذه اللي تستحق كل احترام. أنا ما بقى لي كنقول لكم هذا مهدي يحييكم، إلى لقاء فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.